نحن نسعى أن يكون هناك يمنا خال من الألغام على جميع أراضي الجمهورية اليمنية الشقيقة. نحن لا نستثني منطقة مقابل منطقة أخرى. العمل هذا موجه لجميع أبناء الشعب اليمني. هناك تقدر تقول مراحل لهذا المشروع. نحن انتهينا من المرحلة الأولى والثانية من المشروع. المرحلة الأولى من المشروع كانت عمل الدراسات وتجهيز المعدات والآليات ونقلها إلى مأرب وتأسيسها في مأرب. المراحل هذه انتهت. المرحلة الثانية كانت ابتدت بتدريب الكوادر اليمنية بالتعاون مع البرنامج الوطني لنزع الألغام. جزء كبير من هذه المرحلة الآن في نهايته. المرحلة الثالثة واللي هي المرحلة الفعلية ابتدت، اللي هي وضع الفرق العاملة على الأرض لعمليات نزع الألغام.